شكرا جزيلا محمد رشيد، مكون ديال وزارة الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي، وكذلك رئيس مصلحة التخطيط والتعاون والشراكة بمجلس عمالة الكنس. أنا سعيد للتواجد هذا اليوم مع كل من الأساتذة الجامعيين ذوي السمعة الطيبة والرافعه على المستوى الوطني، وكذلك بحضور السادة البرلمانيين لكي يمثلوا مدينة مكناس. ونحن نعيش هذا تمرين حقيقي ديال حوار ترابي يجتمع فيه الجميع لكي يستمع بعضنا للبعض ولكي نجود الأداء. وأعتقد أن السؤال المطروح حول النخب، يعني هنا الحمد لله كنحس بأن كاين نواة صلبة عن ويدير على مستوى على الأقل عاملة مكناس، يعني يمكننا أن نطمح إلى أن يعني نخرج بشي، يعني إن شاء الله بشي برامج تنموية تكون في المستوى اللي كنطمحوا له جميعا. هذه مسألة مهمة. أنا أتمم جميع المداخلات ديال الإخوان الكرام، وفقط عندي بعض الملاحظات بسيطة أريد أن يعني أغني بها هذا النقاش، وأن وزارة الداخلية حينما وكبت الجماعة الترابية كانت في ظل الدستور ديال 2011 اللي تعطلت فيه القوانين التنظيمية تقريبا 4 سنين، عاد خرجت الدستور في 2011، القوانين التنظيمية ما خرجت حتى 2015. المرسوم ديال إعداد لا لسرات كما تفضل الأستاذ فريد اللي وهذه نقطة قوية في المداخلة ديالو، ولا للبدائر ولا جميع الوثائق البرامج التنموية كلها كانت تنتظر صدور المرسوم التطبيقي اللي كيهضر على المسطرة، لأن أن سيرتان مومون الفوليسي بالنسبة للسادة الولاة والعمال باش يأشروا على برنامج قابل للتنفيذ خصو يكون وفق واحد المسطرة قانونية، وهذا الشيء معروف. دابا حاليا هاد لي زونديكاب ولا هاد لي بلوكاج كلهم مابقاوش عندنا، دونك عندنا جميع لي زانغريديون باش ننجحوا إن شاء الله أونسومبل. نحاولوا غير نفتحوا على بعضنا البعض، راه نحن هناك الحمد لله قدرات وهناك تواصل جيد على مستوى العمالة وكذلك على مستوى المجموعة ديال المحافل. هذه مسألة مهمة. الملاحظة اللي بغيت نقولها في المداخلة للأستاذ كريم مفيد أستاذ الجليل هي أن وزارة الداخلية في واحد الفترة كتخلي بحال بالنسبة لهيئات المساواة وتكافؤ الفرص اللي أسندت رئاستها المنتخبين، خلاتها غير باش نشوفوا الأوبجيكتيف، ماشي هي نديكتيو اون فابا ديكتي لواحد المجالس هي منتخبة ديمقراطيا شكون اللي ترأس ولا شكون اللي ما ترأس. حنا اللي كيهمنا هي لو تيران شنو عطى. دابا بالمناسبة التجربة اللي ذكرتها أستاذي الكريم مفيد هي تخص تقريبا جهة فاس مكناس وبعض الجهات الأخرين، هما معظم الجهات أسندوها للمجتمع المدني، وكلاهما النتائج ما كانت زعما شي دراسة، ما كرهناش شي دراسة تكون معمقة الباحثين في الماستر وداكشي باش نشوفوا الى اي حد حينما اسندت الدراسه مثلا المنتخب كانت اجود او العكس. هذه مساله اعتقد انها سنكون اكثر قناعه، يعني اكثر اقناع بحال هذه اللقاءات، باش من حتى لا بور نو با تيغي لي كونكلوزيون من الاول، لان كنعيشوا هذا التمرين الديمقراطي. هذه مساله اساسيه. مساله النخب اللي جات في الاستاذ في مداخله الاستاذ الكريم هي مهمه، وكما قال الاخ كذلك ان المنتخبين عندهم واحد الدور كبير، ما عندهمش غير دور ديال التداول في المجالس والمقررات والسلطه التنظيميه اللي قال الاخ، ولا عندهم دور تدبيري خصوصا دي ماناج فوالا تيديروا الماناجمنت، كيديروا التدبير، يعني خصهم يتملكوا مجموعه ديال لي ميتي ولي ميتي ديال لي كوليكتيف تيريتوريال معكسين صعاب يستعصون حتى على اصحاب الشواهد العليا، لان كدير الاستاذ فريد راه يمكن له يزيد يشرح في هذا المجال، يمكن لك كاين هذا الشيء ديال التدبير المالي، كاين التدبير المحاسبي، كاين تتبع الصفقات، كاين الافتتاحات، كاين المراقبه الداخليه، كاين اول اليه اللي هضرتوا عليها وعطيتوها واحد الوقت كبير هي اليه التخطيط الاستراتيجي اللي هي اللي معتمده قانونا في اعداد هذه البرامج. هذه الاليه تفترض كما تفضلتي يا استاذ الكريم مفيد ان تشرك، لا يمكنك انت داعيه انك يعني تطبق اليه ديال التخطيط الاستراتيجي وانت لم تشرك الساكنه. دابا الاشكال هذه هي لو بوتي دوغري اللي بغينا نافونسي في هذا، هي كيف ندبر هذه المشاركه، لان جماعه بحال مكناس ماشي هي كازابلانكا، ماشي هي مثلا لا كومين دو زرهون، لا كومين زرهون يقدروا يتجمعوا في ملعب واحد، نقدروا واحد النهار نجمعوا الساكنه زرهون كلها في ملعب، ولكن ما عندناش ملعب اللي فيه 600 الف ولا 700 الف ساكنه مثلا، غير هذا غير على سبيل غير بور ان بو كاريكاتور، باش نقولوا بان تدبير المشاركه لابد ان نجتهد فيه ونبتكر فيه. الاليه التشاركيه الا سمحت يا استاذ، وهنا مسؤوليه المنتخبين، لان القانون شنو قال؟ احال الطريقه ديال الاشتغال ديالهم وكل شيء على النظام الداخلي للمجلس. النظام الداخلي للمجلس وزاره الداخليه عطات ان تيب واحد موديل، هذاك الموديل بقى تقريبا كما هو،
هل أستاذ فاري يمكن له هذه مسألة أساسية. وآخر نقطة حتى أعطي عمالة مكناس حقها، إحنا في المجلس عمالة مكناس درنا واحد الجهد كبير في إدماج البعد البيئي، ودرنا دوك لي كري، درنا ديك الجدولة ديال المشاكل الأولية حسب المنظومة البيئية، ودرنا عاود حسب الأنشطة اللي كاينة في الجامعة ديال عمالة مكناس كلها، وعطينا مقترحات. والنقطة اللي بغينا نقوله، أنا لست متفق على أن الجامعات ما عندهاش دور في البيئة. جميع الاختصاصات سواء كان ذاتية أو مشتركة، لأن التمثل ديالنا للبيئة خصو يكون تمثل دقيق. شكرا سيدي، وأسمح على الإطالة. شكرا لكم. شكرا. شكرا.